ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه النهارده ان شاء الله هيبقى فلوج. طبعا انا لسه صاحيه من النوم، يعني صوتي باين عليه. إيه المهم ان انا دلوقتي قبل الفطار وقبل كل حاجه هبدا اوريكم الرسومات بتاعتي القديمه للعيون. يعني انا كنت برسم زمان عيون كتير، فهوريكم كل الرسومات القديمه دي إيه لحد ما فوق كده شويه، وبعد كده اقوم احضر الفطار. اول رسمه هي الرسمه دي. بصراحه انا مش فاكره اصلا انا رسمت الرسمه دي امتى، بس هي رسمه قديمه. يعني زي ما انتوا شايفين اصلا دي يعني نوت بوك عاديه، مش ورق مخصص للرسم. يعني طبعا الالوان دي الوان خشب، وكمان زودت عليها الوان هنا فحم، او كان قلم فحم فاستخدمته للرموش. بتهيألي الرسمة دي رسمتها بالظبط من 3 سنين او من سنتين، فكانت عجباني او ساعتها. بس طبعا دلوقتي في حاجات كتير لو اعدل فيها هعدل فيها طبعا. فدي اول رسمة. تاني رسمة اللي هي برضو في سكتش عادي، يعني نوت عادية، نوت بوك عادية. كانت رسمة ان ده يعني ده شكل الحاجب، وده شكل الجفن وهو مغمض، وده ايلاينر. بس دي بتهيألي اقدم من دي، بقالها فترة بتهيألي اكتر من دي بكتير. هنا ده رسمة بالرصاص عادي، ما فيهاش اي تريكات. برضو رسمة ايلاينر. اهم حاجة بقول لكم هو الايلاينر. وزي ما انتوا شايفين الحاجب هنا، بصوا شايفين الشعر هنا طالع ازاي، لكن في كله مفيش. وهنا طبعا كنت عاملة اللي هو يعني زي ما يكون في ظل كده تحت الجفن، مش الجفن اللي تحت ده اسمه ايه، انا مش عارفة اسمه فعلا، اللي هو الحاجة اللي بتبقى تحت دي تحت عينينا، مش عارفة هو الجفن هو اللي فوق. هنا برضو في العين عاملة ظل ونور، يعني عاملة الحتة دي زي ما يكون جاي عليها ظل، مش عارفة عاملة نور ليه تحت بصراحة. يعني المفروض لو في نور هنا اهو يبقى جاي عليها. وزي ما انتوا شايفين بصوا هنا اهو في النور اللي جوه هتلاقوا فيه شوية خطوط كده، انا كنت عاملاها اللي هو يعني اللي هو ظل الرموش، بس مش عارفة عملت نور تحت ليه بصراحة. هو المفروض ان انا كنت اعمل فوق بس. دي الرسمة اللي بعد كده. الرسمة دي بقى اللي هي اللي جاية دي من احسن رسومات العيون اللي انا رسمتها في حياتي، وبحبها جدا جدا جدا. بصوا هي دي، تحسوها كده شكلها تحفة بجد. والعين النعسانة دي انا بحبها قوي اصلا في العادي. يعني طبعا الايلاينر او الكلام ده اللي فوق العين والرموش وكل الكلام ده كنت عاملاه بالقلم التحبير اللي انا برسم بيه على طول، اكيد انتوا عارفينه. عين مسحوبة جدا، بس البؤبؤ بتاع العين صغنن جدا، يعني انا مش عارفة انا كنت مصغرة قوي كده ليه. بس هو الرسمة دي انا بحبها جدا، فعلا فعلا بحبها قوي قوي قوي، من رسوماتي المفضلة. ده كده السكتش ده. ما هو مش سكتش، هو نوت برضو، نوت بوك. كنت بكتب فيه حاجات وكده، بس كنت برضو في نفس الوقت برسم فيه. بس عايزه اوريكم هنا شويه برمجه ايام الكليه. بكره حاجه اسمها برمجه. طبعا هنا كانت طباعه اشكال ومش عارفه ايه، حوارات كده كتير. هنا برضو كان نفس الموضوع، يعني ما علينا. ترى بصوا الرسمه دي انا بحبها قوي. بالظبط بالظبط انا رسمتها وانا في اولى كليه، يعني بالظبط دلوقتي من 5 سنين. الرسمه دي انا رسمتها تقريبا من 5 سنين. بحبها جدا، بحب شكلها جدا. اي نعم العين دي اكبر من العين دي شويه، بس في يعني في العموم شكلها حلو وعجبني. يعني هنا النور جاي من الحته دي، برده هنا هو جاي من الحته دي، فكنت مظبطه الحته دي قوي هنا اهو. وطبعا امضتي يعني زمان بقى كنت عامله اسماء بي، معرفش بي يعني ايه بصراحه، بس تقريبا كان حوار بالنسبه لي الامضه. وبعد كده النص وش ده، عارفه ايه الرومانسيه دي،
قد ايه انا كنت رومانسية زمان، وعدتك اني ابقى لك يعني حاجات كده لعمرو، ايام ما كنت بحب عمرو طبعا. وطبعا انا على فكرة بحب جدا جدا الحلقان الكتير اللي بتبقى في ودن واحدة. طبعا انا مش عندي الكلام ده لان انا خايفة لحد دلوقتي بصراحة اعمل حوار الحلقان الكتير. في يوم من الايام اتشجعت ان انا اعمل حلقان كتير وكده هكون مبسوطة جدا، لان انا اصلا بحب شكل الودن اللي بيبقى فيها حلقان كتير. بس دايما بلاحظ ان اي حد بيعمل الموضوع ده يا اما ودنه بتتعب، اللي هو مثلا بيقعد فترة كبيرة الحلق مأثر على ودنه مش عارف ينام، بيبقى في ألم فظيع في المكان بتاع الحلق، فبيضطر بعد كده ان هو يشيل الحلق وخلاص الخرمة بعد كده اللي بيبقى خرمه هنا بيتقفل. فأنا مع كل التجارب دي بصراحة، التجارب الفاشلة الكتير دي، أنا يعني خايفة برضو من الحوار ده، خايف جدا من الحاجات الجراحية. يعني اي حاجة فيها جراحة انا بخاف منها، او بخاف من الحاجات اللي هي اي وجع، اي وجع عامة، ما بالك بقى انا هعمل حاجة اصلا تجميلية اللي هو حاجة رفاهية. فمتهيأليش بصراحة ان انا هعمل الموضوع ده دلوقتي لحد ما ابقى شجاعة اكتر. دي بصراحة الرسومات اللي انا لقيتها، يعني هما دول. اكيد في رسومات كتير بس انا من النوع اللي مش بحافظ على الرسومات بتاعتي نهائي، وتلات ارباع الرسومات بتاعتي بتضيع او بتبوظ او بتترمى. انا حد مهمل جدا في الحوار بتاع الرسومات وكده، فالفترة دي بحاول ان انا احافظ برضو على رسوماتي على قد ما اقدر. ويلا نعمل الفطار علشان انا جعت. طبعا مش حابه اقول لكم ان انا كنت بحضر الفطار بالعافيه، هو اكيد باين الفطار ايه. المهم عملت بيض اسباني اللي انا بموت فيه، اللي هو بيض بالفلفل. كل الفلافل اللي موجوده في البيت عملتها، اخضر احمر اورنج. وكمان عملت مشروبي المفضل شاي باللبن، فهروح افطر دلوقتي. وبعد ما اخلص الفطار هلبس علشان هنزل. المرة دي مش هروح في حتة، المرة دي هروح الجيم. يعني انا بقالي كم مرة بروح الجيم بس ما كنتش لسه قلت لكم، فقررت اصور المرة دي. بس طبعا مش هينفع اصور جوه، يعني انا اصور بس وانا داخلة وانا خارجة بس، لكن جوه يعني وكده ممنوع التصوير. فبس بقيت بروح الجيم اخيرا. انا دلوقتي هدخل الجيم، بقالي كام مره باجي بس مش بصور يعني ان انا باجي وكده، بس دلوقتي هدخل. وطبعا مش هعرف اصور جوه وانا بلعب لان ممنوع، لكن الناس بتبص عليا فانا لازم اقفل دلوقتي حالا. ده في اطفال بتلعب جوه، مش عارفه شايفينهم ولا لا. مفيش، مش شايفه. عارفين تعرف منين ان انت اتدربت كويس؟ مش عارفه انتوا سامعين الصوت ولا لا، بس المهم تعرف منين ان انت اتدربت كويس في الجيم؟ اما تلاقي وشك زي وشي كده، او ما تلاقي وشك زي هبطان كده ومعدوم، اعرف ان انت اتدربت كويس. اهم حاجه ان انا البس الكمامه وانزلها، ان انا البسها وارفعها. لا بس لما ببقى يعني في ميكروباص او ببقى في تاكسي او كده بقوم منزلها على طول، لكن انا دلوقتي مش على التراك لوحدي اصلا، محدش يعني مش جنبي، يعتبر في مسافات بينا. مش قادرة اتكلم، مش قادرة اقول اي حاجة. اروح البيت كده وهكمل بقية البلوك. انا اصلا بصراحة مش عارفة انت سامعيني ولا لا، لان في دوشة وانا حاطة ايدي على المايك وحاجات كتير كده. هشوف بقى لما اروح. اوكي، وانا راجعه ببص لقيت القمر طالع الصبح. ما اعرفش ازاي القمر كان طالع الصبح، حاولت ابينه على قد ما اقدر بس مش عارفه شكله باين ولا لا. وهنا اقتنعت بمثل اللي هو ممكن تشوف النجوم في عز الظهر، او انا هخليك تشوف النجوم في عز الظهر. يعني ما طلعش مثل وخلاص، لا ده طلع حاجه حقيقي. فهسيب لكم شويه من الكومنتات بتاعتكم تشوفوها هنا، ولو عايزين الفيديو الجاي ان شاء الله الكومنت بتاعكم يطلع. ما تنسوش تعملوا موشن القمر بما ان انا يعني شايفه قمر وكده. ووصلت البيت واخيرا، يعني معناها ان انا ان شاء الله هتغدى. طبعا انا برجع من التمرين جعانه بطريقه شنيعه بشعه، فلقيت ماما عامله لي بطاطس وكمان رز وكمان سجق
بس على طريقة الكبدة الاسكندراني، يعني بالفلفل وبالبصل وبالثوم وكمان بالطماطم وشوية، مش بتحط بهارات لان اصلا السجق بيبقى فيه بهارات كتير. وبالنسبة للبطاطس بتبقى مقلية بس ليها طريقة مخصوصة، هقولكم الطريقة بتاعتها. هي طريقة سهلة جدا، بتجيبوا البطاطس وهي بقشرها عادي، بتسلقوها، بعد كده بتقشروا القشرة، بعد كده بتقطعوها، وبعد كده بتحمروها، فبتبقى مقلية ومسلوقة في نفس الوقت، فاهمين؟ وطبعا الرز بالشعرية، فهو ده الغدا بتاعي. ترى الفترة دي عايزة أوريكم كتاب أنا بقرأه على طول، وبصراحة من أول لما قرأته شدني جدا وشدتني الفكرة بتاعته، فهوريه لكم. الكتاب ده اسمه تخلص من عقلك. حلو، الأسلوب بتاعه سهل جدا. المهم، الفكرة بتاعت الكتاب ده بتدور عن مجرد أفكار من سنين احنا مقتنعين بيها، فهو بيقول لنا ان في حاجات تانية ممكن تتفسر نفس التفسير اللي في الفكرة بتاعتنا دي. يعني الفكرة بتاعتنا دي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس لو احنا فسرناها بأوجه نظر مختلفة هتبقى من كل واحد رأيه الخاص. فمش معنى فكرة ان انت رأيك متمسك بيه يبقى هو ده الصح وخلاص. هي دي الفكرة بتاعت الكتاب، بيجيب لك افكار كتير وبيجيب لك نظريات كتير للافكار بتاعتها دي او للافكار بتاعتك دي، وبيحاول ان هو يقول لك ان في نظريات كتير للفكرة الواحدة، فمش لازم ان الفكرة بتاعتك طالما بالنظرية اللي انت فاهمها تبقى صح نظرية حد تاني تبقى غلط. لا، لازم يكون انت عقلك واعي وعارف التغيرات اللي انت بتمر بيها. ف بصراحة عجبني جدا الاسلوب بتاعه، وعجبني جدا الاسلوب ان هو شبابي قوي. يعني الكتب التانية اللي انا بقرأها في العلم النفس او في علم الاجتماع او في كده بتبقى كتب تقيلة، يعني الاسلوب عامة بيبقى تقيل، مش بيبقى سهل ويشدك وكده. لا بجد اسلوبه بسيط جدا، اي حد يفهمه، اللي بيحب القراءة واللي مش بيحب القراءة، والكتاب بيشد جدا. يعني بجد بتحس ان انت بيدخل جوه عقلك ويقولك انت بتفكر في ايه، او بيديلك امثلة مثلا انت تجاوب عليها وبعدها تلاقي ان هو قال الرد بتاعك ده. فدي حاجة عجبتني، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الكتاب ده تفاعلي، وانا بحب جدا الكتب اللي بتبقى تفاعلية، يعني في اسئلة وفي ان انت، انا بس وصلت للحتة دي. الفكرة دي كان اسمها، هقول لكم دلوقتي اسمها ايه، البطولة والعمل الجماعي. ان احنا دايما عندنا فكرة ان البطل هو الاحسن، لكن العمل الجماعي مش قوي، يعني مش قد كده، مش بنحب قوي نعترف بالعمل الجماعي. فهو ادالك كذا نظرية على الفكرة دي ان هي فكرة مش صح تماما. ف بجد الكتاب ده من احسن الكتب اللي بتتكلم في علم النفس او في فكرة، بيغير لك فعلا افكارك. فانصحكم بجد ان انتوا تشتروه وتقرأوه، وكتاب حلو جدا 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 جدا. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هقعد اخلص بقية الكتاب، مش هخلصه اكيد، مستحيل، هقعد اقرأ الحاجات يعني الباقية، اخلص حتى الفصل اللي انا فيه دلوقتي وبس كده. يكون الفلوج خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.